بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام نحييكم ونجدد التحية بالجميع، فأهلا بكم هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حيث أن بدأنا معكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم وفي صباح هذا اليوم بتحديات سن الحقائق، وفي هذا المساء نشهد تحديات سن اللقاية بتحديات والأروع مع أشواط الإنتاج والمنتجين. شوطنا 13 انطلق على بركة لا يحمل لنا جديد المنافسة والتحدي على مدى 5 كيلومترات. شوط يخص الإبكار، نتابع تحديات سن اللقاية بادئين مع الصدارة ومقدمة الشوط على المركز الأول. انتباه العايدة ملكية لسعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري من يقدم انتباه في المركز الأول، بينما النقلة مع ثاني المراكز لنتابع الوصول في هذه اللحظة على مستوى المركز الثاني. نتابع هذا المسار والتحدي المميز على ثاني المراكز، يأتي الوصول في هذه اللحظة وبدأ التقدم من نوادر على مستوى المركز الثاني. أتعود ملكية نوادر لبجاش بن جابر بن محمد آل فهيدة المري من يقدم لنا نوادر على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصل شعار الشنجل يتقدم مع ظن في هذه اللحظة، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل من يقدم لنا ظن في هذا التحدي المسائي الجميل، كما أيضا حصل على نقطة في هذا المساء بتحديات هذه الأشواط. المركز الرابع وتابع الوصول في هذه اللحظة، وصلت الشاهينية مع فايع بن سالم بن عبد الهادي آل بريص المري من يقدم الشاهينية على المركز الرابع. ناخذ اللي في المركز الخامس، وصلت مع خامس المراكز عنود لفهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيمي من يقدم عنود في المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة في أول ندى في مسار وتحدي هذا الشوط، بينما خلف دائرة الندى نتابع أسماء قادمة وشعارات أيضا مشاركة في هذا المساء في هذا المهرجان السنوي على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. تمنياتنا بالتوفيق لكافة الشعارات وكافة الأسماء المندفعة في هذا الشوط. عودة إلى المقدمة مع الصدارة لنتابع المقدمة مع انتباه، انتباه 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 في مقدمة الشوط، انتباه مع الناموس حتى هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل اللي نتابعه من خلال انطلاقتها في المركز الأول. سعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري من يقدم انتباه في مقدمة الشوط، بينما هناك على المركز الثاني الشاهينية بدأت تقلص الأمتار والفارق للوصول إلى مركز الصدارة. الفايع بن سالم بن عبد الهادي آل بريص المري من يقدم الشاهينية على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت ظن على المركز الثالث، تقدمت في هذه اللحظة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل من يقدم ظن على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يا سلام يا نوادر، نوادر 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 على المركز الرابع لبجاش بن جابر بن محمد الفيدة المري من يقدم لنا نوادر على المركز الرابع. وفي خامس المراكز أول إذاعة لغند وصلت في هذه اللحظة لفهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله من يتقدم على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز المندفعة مع ثاني ندى في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن هنا التحدي مع انتباه في مقدمة الشوط، انتباه لا زالت تقود هذه المجموعة، انتباه لا زالت تسيطر على مسار وتحديات هذا الشوط. العايدة ملكية لسعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري من يقدم تحدياته مع الكيلو ونصف الكيلو. هذه انتباه صاحبة أول ندى في مسار الشوط، حتى اللحظة تسيطر على المسار وتسيطر على هذا الشوط، لكن الشاهينية خطيرة وظن قادم
القادمة، والأسماء بدأت هنا أيضا بالاقتراب. يا سلام يا سلام يا سلام، نقترب هنا من لوحة 1200 متر. الشاهينية غيرت في المركز الأول، وظن قادمة بالتحدي الكبير مع الشنجل لمن الفوز والناموس. ومن هناك نتابع وصول وتحدي أيضا من نوادر وظن في مقدمة الشوط. نقترب هنا مشاهدين الأعزاء من الكيلومتر الأخير، بوابة الإعلان الأخير لمن أراد الشوط يتقدم. شعار الهدافي فاجأنا هنا بتحديات الأمتار النهائية. يتقدم مع زاهية حمد بن غانم السلطان الهدافي، من يقدم لنا زاهية غيرت النتيجة لصالحها. ظن ظن مع الشنجل القادمة في هذه اللحظات، محمد بن ناصر الشنجل وفي المركز الثالث وصلت أبعاد. النايف بن محمد بترحيب بالنايفة قادم 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 مع أبعاد. وفي المركز الرابع اتحركت أيضا الحذرة لعلي بن عبد الله بن حمد الأدهم. هذه نتيجتنا، ولكن المقدمة مع الهدافي، الهدافي مع الناموس والانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام، زاهية 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 تزهو هنا في المكان المرموق، تزهو في مقدمة الشوط بشعار الهدافي. يقدم لنا زاهية حمد بن غانم السلطان الهدافي، ومشكور يا زيد يا بن محسن المتابع أيضا لتحديات زاهية. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرض ولا أروع هنا في هذا المساء بتحديات هذا الشعار الكبير. شكرا يا زيد يا بن محسن، يا من تقدم لنا تحديات. السلام لأهالي معيذر، معيذر سلام سلام سلام، زاهية سلام سلام على هذا التحدي الكبير. حمد بن غانم السلطان الهدافي تهانينا والناموس، وأسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصل شعار بالنايفة بتحديات أيضا مع أبعاد، نايف بن محمد بن رحيب بالنايف الهاجري. والمركز الثالث الوصول أيضا مشاهدين الأعزاء من اللي تحمل الرقم 23 وصلت مشهور محمد بن سعيد بن عبد الله الحول المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع من وصلتنا ظن محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصول من نوادر لبجاج بن جابر بن محمد ألف هيد المري. هذه نتيجتنا، ولكن تحديات زاهية مع الأمتار النهائية التي حظت على ناموس هذا الشوط. ملخص الإعادة مع اللقطات البطيئة، حيث أن شعار الهدافي حظى على هذا الناموس والانتصار بتحديات زاهية. ناخذ توقيتها الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطع الخمسة كيلومتر في توقيت مقداره 7 دقائق 34 ثانية، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا لحمد بن غانم السلطان الهدافي الكواري على فوز زاهية بالمركز الأول في هذا الشوط. بينما المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء كان الوصول أيضا من أبعاد، توقيتها الزمني هو 7 دقائق 39 ثانية، 6 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لنايف بن محمد بن رحيب بن نايف الهاجري. وفي المركز الثالث الوصول كان من مشهورة، توقيت مشهورة هو 7 دقائق 44 ثانية، 4 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لمحمد بن سعيد بن عبد الله الحول المري.